بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مسألة: هل يختار أهل الدين والعلم أم أهل السياسة؟ نقول: السياسة لابد أن تكون سياسة شرعية، فلذا هي من الدين، وبلا علم سيخوض الناس في السياسة على طريقة أهل السياسة الدنيوية، على طريقة أهل الكذب والزور والبهتان والمصلحية والنفعية الأصولية الميكافيلية. ولذا إذا لم يكن الإنسان على علم، ما الذي يعصمه؟ لا يعصمه شيء، لا بد أن يمتنع بناء على العلم. ولذلك نقول أهل العلم لا بد من وجودهم، والسياسة من العلوم الإنسانية التي يمكن اكتسابها بأيسر طريق، لأنها كيفية قيادة الناس، وقد ساس الأنبياء أقوامهم دون أن يتعلموا ويحصلوا على شهادات، لأن الوحي يقودهم إلى المصلحة، ويقودهم ويرشدهم إلى كيفية مراعاة أحوال الناس. لذلك من يزعم أن بعض الناس هم رجال المرحلة وغيرهم لا، ثم نقول لهم: هل لابد أن يظلوا رجال المرحلة إلى النهاية، أم أن الناس إذا اختلطوا بالفعل ومارسوا العمل اكتسبوا خبرة؟ وأظن أن الإخوة الذين شاركوا في الحملة الانتخابية والعملية الانتخابية، مع أنهم بقي لهم سنين طوال لم يشاركوا، قد استفادوا خبرة هائلة في هذه المرة، وعرفوا كيف تزور الأمور وكيف يخدع الناس، وسوف يكون هناك فائدة من هذا الباب يعني إن شاء الله، نسأل الله العافية. على أي الأحوال، السياسة تحتاج إلى الدين، لا بد من علم يقود السياسة، وإلا ضلت. والسبب الذي حصل به الخراب والدمار الذي كان في الأنظمة المستبدة هو بسبب أنهم جعلوا رجال الدين يتبعون أهواءهم، وباع كثير من رجال الدين أمرهم لهم، حتى صاروا يبحثون عما يريد هؤلاء، ثم يأتون بالأقوال من الدين التي تدل على ما يزعمون، وهذا خطر عظيم. لابد أن تكون السياسة تبعا للعلم، تبع للعلم، العلم قائد والعمل تابع، والسياسة الشرعية لابد أن تكون منضبطة بدين الله سبحانه وتعالى.